سؤال آخر السائل الكريم يقول: نحن نعيش في بلاد الغرب مع بعض الأقارب، هل يجب مقاطعة ذوي الرحم وعدم الذهاب إلى زفاف ابنتهم المسلمة على زوج نصراني؟ بنتهم هتتجوز واحد نصراني، وعاملين كروت دعوة، وعاملين حفلة، ودعوا الأهل والأقارب والأصحاب لحضور هذه الحفلة، فما حكم التهنئة على هذا المنكر؟ وهل يمكن إرسال هدية فقط أو تهنئة شكلية بالهاتف أو ترسل مسج؟ وهل القطيعة مستحبة لإشعارهم بالإثم وعظيم هذا المنكر، مع العلم أننا تربطنا به صلة رحم قوية، ونحن العائلة المسلمة الوحيدة القريبة منهم، ونحن في موقف حرج إذا لم نبارك قطعنا هذه الصلة إلى الأبد، وإن باركنا نشعر بالنفاق، وإن باركنا نشعر بالنفاق. الجواب عن هذا يا رعاك الله: أما مقاطعة هذا الحفل وعدم المشاركة فيه أو الإعانة عليه، هذا من المحكم الذي لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه. لا يحل لمسلمة النكاح كافر بحال، وقد قال تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار، يدعوها إلى الكفر في الدنيا فينتهي بها المآل إلى النار يوم القيامة. وقال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فنقول لك يا سيدي: هذا ليس بنكاح، هذا سفاح وزنا بواح، وشهوده شهود الزور، وقد قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. أحد التفسيرين أي مجالس الزور واللغو والباطل، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، فلا تهادي ولا تهنئة لا برسالة ولا بغيرها. خلينا ننتهي من هذه ونقفل ونغلق ملفها. أما مقاطعة المقاطعة العامة لذوي الرحم وذوي القربة الذين تورطوا في إقرار ذلك والمشاركة فيه أو الإعانة عليه، هذا يتوقف على مدى المصلحة المرجوة في هذه المقاطعة. احنا بننكر عليهم ليه؟ عشان نبعث لهم رسالة ان احنا مش مقرين، غاضبين، ساخطين، تمعر وجهنا في الله عز وجل أملا في استصلاح أحوالهم، وإرسال رسالة إلى مثيلات هذه البنت من بقية بنات المسلمين أن هذا مآلها إن تورطت في مثل هذا المنكر وفي مثل هذه الفاحشة المبينة. فإن هذه هي المصالح المرجوة، لكن أحيانا يكون قطع الجسور وتدميرها بالكلية يؤدي إلى مزيد من الفساد. إذا كنت أنت باقة نافذة النور الوحيدة اللي بتنور في هذا البيت ويدخل منها شعاع من النور على هذه العيلة، إذا أغلقناها وقطعناها فقد قطعنا النور عنها بالكلية. فعايز تحسبها كويس وتوزنها كويس. إذا عرف مقصود الشارع نسلك في تحصيله أوصل الطرق إليه. واحد عنده ابن وتورط في مناكل كبرى ضخمة جدا جدا وقال: أنا سألقي به إلى الشارع، لا يستحق أن يقيم في بيتي، سأغلق بابي دونه إلى الأبد. ده موقف مقبول من حيث التنظير، لكن قد لا يكون مقبولا عمليا، قد يؤدي هذا إلى مزيد من الفساد ومزيد من الدمار لهذا الولد. الآن عنده ذبالة من النور ضعيفة موجودة بتنور وتطفي، والرياح كلها تعصف بها من كل ناحية. إذا أغلقت بابك دونه بالكلية فإن الرياح ستقضي على هذه الذبالة الضعيفة من النور وتطفئها من حياته، وتتلقفه شياطين الإنس والجن في الخارج، ومنظمات الإلحاد وأصحاب الشذوذ وأصحاب الدرجز والمخدرات وكذا وكذا. فإحنا ممكن نكون بنلقي به إلى مزيد من الضياع وإلى مزيد من التردي. فإنت تحسبها وتوزنها، فقد يكون الحل في مثل هذا: تترك الباب مواربا، لا تفتحه بالكلية ولا تغلقه بالكلية،
ثم تراوح في مواقفك وفي علاقتك معه بين الوعد والوعيد وبين الترغيب والترهيب، بس يجب أن يعلم قطعا أنك ساخط وأنك غير مقر وأنك منكر وأنك لا ترضى بهذا المنكر الذي حدث أبدا، وأن هذا المنكر يجعله على مشارف الردة وقد يفضي به إلى الردة يوم من دهر. نحن لا نقول إن زواج المسلمة بغير المسلم يعتبر بذاته ردة عن الإسلام، وإن كان قد قال بذلك بعض المنتسبين إلى العلم وتأويله إن هذا استحلال، يعني قال لأن العقد استحلال، اللي بيعقد ده يقصد أن يستحل هذه العلاقة ما بين هذه الفتاة وما بين فعمل لها عقد زواج. لو عايزين يعيشوا بوي فريند وجيرل فريند ولا أي مخادنة، ما الدنيا مفتوحة، وفي وخارج بلاد المسلمين الأصل إن هذا إيه مشروع عرفا ومقبول اجتماعيا، وهذا هو الأصل في علاقات الرجال بالنساء في هذه المجتمعات إلا ما ندر. لكن كأنه يقول المسلمة اللي بتلجأ إلى عقد زواج ده معناها أنها بتستحل هذه العلاقة، والاستحلال كفر. لكن هذا أيضا ليس مضطردا، ليس في جميع الأحوال، إن كان ذلك كذلك كان هذا الموقف ردة، وإن لم يكن كذلك كان معصية كبرى وأصحابه في خطأ المشيئة، شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفلهم. حدثت على الساحة المصرية قبل فترة طويلة جدا، أخت الملك في وقتها تزوجت بواحد نصراني وفرت معه خارج يعني البلاد، وكانت أزمة يعني كبرى على مستوى العيلة الملكة وعلى مستوى العلاقات الدبلوماسية وكذا. وسبحان الله بعد حوالي 35 أو 40 سنة هذا الرجل قتل هذه المرأة، أطلق عليها الرصاص. جاء تعليق الصحيفة وقفت أمامه مذهولا يقول إن نفس اليد التي دست في أصبعها خاتم الخطوبة قبل 40 سنة هي نفس اليد التي ضغطت على الزناد وأفرغت في قلبها الرصاص، وتم تشييعها على مراسم كنسية، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. والسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.